السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من حلقات العيادة وموضوع طبي مهم وجديد. طبعا نحن نسيم الشتاء دخلت وأمراض الشتاء بدأت. في كثير من الأمراض بتنتشر ما بين الفصول، يعني كثير من الأمراض ومنها الجيوب الأنفية بتنتشر جدا في الآونة دي. أمراض مزعجة جدا خصوصا الجيوب الأنفية. صاحب الجيوب الأنفية بيكون متحسس طول اليوم، بيكون عيان طول اليوم، ما بينوم بالليل، بيكون قلقان، بيكون زهجان. فإحنا دايما نتعرف على الجيوب الأنفية دي، يعني ليه مريضة بيكون تعبان التعب ده كله، ودايما نعرف ليه ما في علاج فوري للجيوب الأنفية، ليه بيكون تعبان فترة من الزمن طويلة ولا في بين الدكاترة عشان يعالج الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية دي ذاته شنو؟ التهابات أو أمراضها من ياتي نوع، كيف بيتم العلاج لها، وهل في علاج جذري للجيوب الأنفية ولا لا؟ الأعراض برضو مهمة جدا. هل في ناس بتكون عندهم أعراض بتاع الجيوب الأنفية وهم ما عارفين إنهم عندهم جيوب أنفية وحايمين بها بالسنين؟ دايما نعرف الكثير الكثير عن الجيوب الأنفية. خليكم معنا وإحنا سعيدين جدا كمان باتصالاتكم وضيفنا، وأنا سعيدة جدا بضيفنا الليلة دكتور أمين محمود أمين، استشاري الطب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. يعمل بعيادة في أم درمان حي العمدة جوار مكة، ويعمل أيضا في مستشفى الروضة. مرحبا بك دكتور أمين. والجيوب الأنفية الله يسلمك. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. نشكرك دكتور أيمان ونشكر قناة الشروق على هذه الفرصة الطيبة الجميلة عشان ما نخاطب المشاهدين وننورهم بالجيوب الانفيه، وخصوصا زي ما انت ذكرتي ده الموسم بتاع داخل. ده الموسم بتاع داخل، نعم. دكتور امين، حقيقه يعني انا لانه الزول بيكون عنده مثلا اخوان ويكون عنده ناس في اهله عندهم جيوب انفيه، حتى لو هو ما مريض جيوب انفيه بيعيش معاهم والله الحاله بتاعت الجيوب الانفيه دي والالتهابات المزمنه للجيوب الانفيه. فنحن اللي دايرين نعرف في البدايه هي جيوب الانفيه دي ذات شنو؟ يعني ليه مسمي جيوب الانفيه؟ فدايرين نعرف، وعندنا كمان صور هتساعدنا وتقرب لنا الفهم عشان نعرف الجيوب الانفيه ووظائف الجيوب الانفيه. تفضل يا دكتور. طيب بسم الله. الحقيقه ده سؤال مهم جدا، لانه في التباس عند الناس بما هي الجيوب الانفيه. نعم. الناس بيفتكروا انه الجيوب الانفيه دي هي ذاتها حاجه عرض طارئ، هي تمرض في حد نفسه. يعني والجيوب الانفيه هي عضو من اعضاء الجسم، زي المعده، شايفين هسه احنا في الصوره. ايوه. عندنا اربع ازواج من الجيوب الانفيه. اربع ازواج يعني هم ثمانيه؟ هم ثمانيه، عندنا. أيوة. اربع ازواج. في اليمين اربعه وفي الشمال اربعه. أيوة. عندنا في اعلى منطقه العين عندنا اثنين اماميات واثنين خلفيات. وعندنا في بين العين بين العيون في برضو جيبين. نعم. وعندنا في عظمة الفك اللي هي أسفل العين عندنا برضو جيب اليمين وجيب الشمال. أيوة. والجيوب دي طبعا هي مغطاة، هي عبارة عن تجاويف. ما الجيب الأنفي ده يعني شو؟ هي تجاويف حول الأنف. تجاويف عظمة. أيوة. مجوفة، ربنا سبحانه وتعالى فاضية، يعني بدون فاضية. نعم فاضية ومغطاة. نعم. بغشاء مخاطي. وأساسا هي عضو من أعضاء الجسم وعنده وظائف ربنا خلقه. لعدة وظائف. أول حاجة لك أن تتخيلي أنه إذا كانت الجمجمة دي كلها مصمتة عظام فقط من دون أي فراغات، كان حيكون يعني وزنها كبير جدا جدا، وكان. أيوة. حتى تعيق الحركة والزول ما بيقدر يمشي مستقيم. عشان كده رب سبحانه وتعالى يعني خلق التجاويف دي عشان ما يتخفف الوزن بتاع الجمجمة. أيوة. وساعد على مسألة بتاعت التوازن. أيوة. نعم. الحاجة الثانية الجيوب الأنفية دي عندها يعني عبارة عن مصنع متكامل بتاع هواء، مصنع هواء. أيوة. التنفس بالأنف، لما الهواء يدخل عن طريق الأنف بيدخل جزء كبير جدا منه للجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية فيها الغشاء المخاطي، فيه مواد مخاطية بيتم إفرازها بكميات خلال اليوم. المواد المخاطية دي هي اللي بتعمل على تنقية الهواء. نعم. وترطيبه. إذا كان هواء سخن بتقوم ترطبه، وإذا كان سبحان الله برضو هواء رطب أكثر، هي دائما بتشتغل على إدخال هواء يكون ملائم. أيوة. للرئة. فإذا كان رطوبته عالية بتقلل رطوبته، وإذا كان في مواد شائبة برضو بتعمل مسألة بتاعت فلترة، ودرجة الحرارة بتلعب دور أيضا إذا كان الهواء سخن بتعمل على تبريده والعكس.
فالجبل الانفيه يعني مصنع مصنع سبحان الله. نعم وظائف عديده جدا. نعم هي والزوايد الانفيه مصنع بتاع هواء. نعم مساله فيها يعني قدره الهيه عاليه. الجبل الانفيه ايضا لها علاقه بالصوت، يعني الليله وجود تجاويف في الانف وفي الجمجمه برضو بدي الصوت بتاع الانسان رنه معينه اجمل من انه يكون ما في تجاويف وكده يعني، فلا علاقه ايضا بمساله الصوت. ايوه نعم عشان كده ناس الجيوب الانفيه بيكون صوتهم شويه متغير كده هاي او بالعلمية كده يقول لك نزل توم فويس وكده. ايوه صح يكون عندهم شويه نخنخه. ايوه نعم دي وظائف عديدة جدا، يعني كون تكون مسؤولة عن درجة الحرارة الهواء اللي بتدخل لجسمنا، وكون تكون مسؤولة عن تنقية الهواء، وتكون مسؤولة عن الصوت، وظائف عديدة جدا للجيوب الأنفية كلها بتختل مع المرض صح؟ نعم صحيح. بيحصل اختلال في الوظائف صحيح. دي فطيب إذا حكاية إحنا لما نقول جيوب أنفية ده ما المرض ده ما المرض ده ما المرض ده زي تقول المعدة زي المعدة أيوة. زي المعدة نقول التهاب كده المفروض نقول التهاب الجيوب الانفيه ده الاسم الصحيح ده الصحيح اذا احنا الليله هنتكلم عن التهاب الجيوب الانفيه. نعم. طيب انواع الالتهابات احنا دايرين نعرف الالتهابات في ذات شنو، هل في انواع منها قبل ما نجي للاعراض، لانه احنا في ناس كثيره ما عارفه اذا كان هي عندها جيوب انفيه ولا ما عندها جيوب انفيه. احنا عرفنا انه مواقع وهل الالتهابات دي تختلف باختلاف المواقع او الاعراض اللي هنجي نتكلم لقدام عنها بتختلف باختلاف المواقع تحت الجيوب الانفيه. انت تكلمت عن 8 جيوب. نعم. جيوب تفضل. نعم. يا دكتور. طيب بالنسبه لانواع الالتهابات انواع الالتهابات لو يعني قسمناها حسب المسبب ممكن تتقسم لالتهابات فيروسيه اللي هي بتشكل 70 80% من الالتهابات اللي بتكون موجوده وجاياكم هسه في الفصل الجاي ده. نعم. والتهابات بكتيريه، والثاني النوع الثالث والاصعب هو الفطريه. الفطريه نعم. بس كده احنا نتكلم عن واحد بس اتكلمت عن ثلاثه كبار. فيروسيه وبكتيريه وفطريه. نعم نعم. من حيث الزمن بنقسمها لالتهابات حاده والتهابات مزمنه، طبعا الاكثر هي الالتهابات الحاده. نعم يعني من الأشياء المهمة جدا إن إحنا نفرق بين الزكام العادي وأشياء بتختلط على الناس، يعني الناس ما قادرة تعرف يعني 200 يعني الواحد ممكن يكون عنده، هل هو عنده في اللحظة دي زكام عادي ولا هو في اللحظة دي عنده التهاب جيوب أنفية حادة. دائما التهابات الجيوب الأنفية هي بتجي في الغالب عقب الزكام نزلات البرد. إذا كان جاتك نزلة برد وفي العاده نزل البرد بياخذ له 4-5 أيام ده في الوضع الطبيعي. نعم. لكن اذا كان لاحظت انه النزله دي مستمره والقفيل بتاع النخرين الاشياء اللي بتنزل السكريشن بتنزل من الانف وكده. نعم. الافرازات يعني موضوع جرى ل10 أيام دي احتمالات تكون زكام صاحبه بالذات اذا صاحبته صداع بتكون ديفينتلي انت دخلت في المرحله الثانيه انتقلت من الزكام الى التهابات الجيوب الانفيه. نعم. ليه؟ لانه اصلا المنطقه دي كلها وحده واحده من ناحيه تشريحيه يعني تكوينيه، نفس الفاتحه على بعض الجيوب الانفيه عندها فتحات هي نفسها فتحات دي بتفتح في الانف، كل الاربع ازواج من الجيوب الانفيه عندها فتحات بتفتح في الانف، واساسا اللي بيجيب التهاب الجيوب الانفيه لانه أيوة. يحصل احتقانات في الاغشيه المخاطيه والفتحات زي في الصوره دي كده في الصوره دي بالضبط كده. نعم. ويقوم تكفل الفتحات. ايوه نعم. والسوائل الكميه بتاعت المخاط اللي بيتفرز داخل الجيوب الانفيه ما يلقى له تصريف. ايوه يتحبس داخل الجيوب الانفيه. نعم. ومن هنا بعد ذلك تدخل في البكتيريا ويحصل تتكون لصديد ويحصل عندنا الصداع والافرازات اللي بيكون لونها اخضر في الانف او لونها ابيض اذا وصلت مرحله الصديد. نعم. تحصل الالتهابات بتاعت الجيوب. طيب دكتور قبل ما نجي للاعراض اللي انت ذكرتها هسه تكلمت عن ذات الحيز الضيق اللي ممكن يحصل فيه الالتهابات دي، وممكن السبب يكون فيروسي وممكن يكون بكتيري وممكن يكون فطري. يلا احنا دايرين نعرف الفرق بيناتهم هم الثلاثه شنو، الالتهابات الفطريه والفيروسيه والبكتيريا، ويا تم الاشده شدة يعني ومرض على العيان بيكون عيان بشنو؟ انتوا ما يعني في نوع بتفضلوه اكثر من الثاني، وفي نوع مزعج للعيان اكثر من الثاني، في نوع قد يشفى منه سريع اكثر. ايوه طبعا هي الغالبه هي الالتهابات الفيروسيه دي مثل 70 80%
من التهابات الجيوب الانفيه. ولحسن الحظ النادره هي التهابات الفطريه، لان الفطر طعم فيري ريزيستنت، مقاوم جدا للعلاج، مقاوم جدا للعلاج، فيري ريستركتيف يعني. ممكن هناك انواع من مشاكله كثيره، مشاكله كثيره جدا جدا، وبيكون يعني بيتطلب فتره علاجيه، بيتطلب جراحه بدايه، وبيتطلب علاج قبل الجراحه وبعد الجراحه، وممكن يرجع ثاني بكل سهوله. لكن فضل من الله انه قليل، انه قليل يعني، حالات بتجينا نادره نادره. طيب دكتور، قبل ما نجي للانواع الثانيه، عندنا نبيله من الدرو شاب. السلام عليكم يا نبيله. اهلا، السلام عليكم. اهلا مرحبا بك. اهلا مرحبا بك. الحمد لله. اذا زارت عند الدكتور جدا دكتور، زي عفوله في الانف كده طوالي بتجيني، يلا وبعطش. أكولة في الأنف وبتعطس طوالي يا نبيلة. نعم، بيجيكي مرة مرة ولا طوالي؟ مرة مرة الحكاية دي ولا طوالي بيجيكي؟ والله بتجي طوالي، كل فترة وفترة بتجي. طيب دكتور أمين، عنده لك أسئلة خليكي معه، تفضل يا دكتور. طيب بالنسبة للأكولة والعطس، لما بيجيكي في موسم معين يعني مثلا مع الشتاء؟ والله الجو لما يكون بارد شديد أو سخن شديد. ايوه، لكن هل هي على مدار السنه ولا في؟ ما بتكون واقفه طول اليوم يعني، في فتره معينه كده وبتروح في اليوم. ده في اليوم، لكن بالنسبه للسنه هل بتجيكي على مدار السنه ولا في موسم معين في السنه؟ مثلا الشتاء مثلا، ولا السنه كلها ممكن تكون عندك؟ والله هي طوال طول السنه يعني. طول السنه. بس يكون بارد شديد او يكون سخن شديد. طيب، هل هي مصاحبه؟ من حته سخنه. هل بصاحبها صداع؟ ايوه عنده صداع. بيجي معاه صداع بيستمر لايام، اسبوع كده مثلا، اربع خمسة ايام؟ لا لا، الصداع ما بيستمر لايام. بيستمر لكم كده؟ الصداع بيكون في اليوم يعني طوال اليوم كله، لكن بس العطس دي بتكون في فتره معينه من اليوم. ايوه، بتروح طوال يعني. خير ان شاء الله. نعم، اسمعي اجابه الدكتور معانا ان شاء الله يا نبيله. تفضل دكتور امين، تعليقك على حاله طيب نبيله. الحاله دي في غالبا ما هي حاله بتاع التحسس. تحسس. نعم. من النوع الثاني. التحسس ذاته نوعين طبعا، تحسس موسمي وتحسس مستمر اللي هو سنوي ده يعني. فهي حاله بتاع تحسس من حاجه من من حاجه في البيئه بتاعتها. صح. فانت عندك حساسيه بتاعه انف، يجب انه تحاولي تلاحظي وتكتشفي السبب شنو. حاجه في المطبخ، الشجره اللي عندكم، الحيوانات اللي عندكم، الريحه اللي بتعطر بيها. الحساسيه دي عندها دائما مسببات، فانت بس تراجعي حياتك والبيئه بتاعتك، تشوفي هي الحاجه اللي بسبب لك الاكوله والعطس دي شنو بالضبط. نعم. وتاخذي كعلاج طبعا في المضادات الهستامين دي، تستعمليها يومين ثلاثه اربعه خمسه يعني بانواع مختلفه، تشوفي الحاجه المناسبه بالنسبه لك. واهم حاجه انه تبعدي من المسبب. ايوه، المسبب. نعم. يا نبيله دكتور امين بيوريكي انه السبب الاساسي والعلاج الاساسي في البعد عن العامل المسبب. اذا اكتشاف العامل المسبب ده حجر الاساس في موضوع العلاج. يا ريت تكتشفيه وتحاولي تلاحظي من خلال قعادك في البيت المهيجات شنو زي ما قال دكتور امين. نرجع للالتهابات يا دكتور، وقلت لنا الاكثر انتشارا الفيروسيه والاقل انتشارا، ولكن الاكثر خطوره هي الفطريه. نواصل. نعم. في الانواع دي. بالنسبه للبكتيريا برضو عنده خطوره متوسطه نقدر نقول. أيوة. البكتيري. لانه هو في الغالب ما يسبب المضاعفات الخطيره اللي بتصاحب عمليه التهابات الجيوب الانفيه المزمنه، اللي هي ممكن طبعا من المهم جدا نذكر الناس بانه الجيوب الانفيه حسب الموقع بتاعها حساس جدا يعني، عند الجيران بتاعنا كلهم يعني اعضاء وناس مهمين. صح. يعني هي بتجاور المخ. ايوه فعلا. نعم، بتجاور الاذن وبتجاور العين. العين. ايوه. بتجاور الاسنان. بالتالي ممكن الجيوب الانفيه الناس ما تهملها، اذا كان عندك التهابات جيوب انفيه مزمنه وصداع مستمر لفتره طويله جدا ما تهمل الموضوع، لانه ممكن تعمل لك مضاعفات اللي هي ممكن تعمل لنا في التهاب السحايا، ممكن تعمل لنا ابسس او خراج في المخ. ايوه، احنا هنقرا المضاعفات دي يا دكتور. بس انت احنا بنفرق بين الثلاثه دي الامراض الاساسيه، وقلت اكثر انتشارا فيروسيه وفي النص البكتيريه والاكثر خطوره، لكن الاقل انتشارا هي الفطريه. طيب يا دكتور،
في الاعراض زول يقدر يفرز بيناتهم؟ يعني هسه لو جاك زول شكلك من اعراض بتقدر تفرز انه دي كده ولا هم بيتشابهوا في اعراضهم كده؟ ده ما بتقدر بيتشابهوا كثير. نعم. جدا جدا. لكن في الغالب الالتهابات البكتيريه معها حمى. أيوة. يعني والاعراض حاده اكثر يعني. أيوة. يكون في حمى، صداع نفسه فيري سيفير، صداع شديد نوعا ما. فهي شده في الاعراض الفيروسيه دائما اعراضها اخف يعني. اما يعني الاعراض الاكثر شده غالبا ما تجي مع البكتيريا وتجيب حمى وصداع شديد جدا جدا، بعدين من خلال الكشف نفسه يعني. أيوة. مرات بيكون في التجاويف الانفيه في الصديد، يعني ممكن الناس من خلال الكشف بالمنظار وكده يلقوا الصديد تلقاه دائما موجود في التجاويف الانفيه، فيما نعم. يؤكد انه ده بكتيريا يعني. طيب يا دكتور، انت ذكرت اعراض مختلفه، صداع، وقلت الناس شاكين انه يكون عندهم زكام لكن يطول عليهم بشويه كده، ده اكثر من 10 يوم يشكوا في حكايه الجيوب الانفيه. نعم. طيب وصف ثاني للاعمار بتيجي فيها الجيوب الانفيه، ممكن الاطفال تجي من الجيوب الانفيه؟ ممكن، لكن يعني ما كثير. ليه؟ لانه النمو بتاع الجيوب الانفيه بيتاخر شويه عند الاطفال. نعم. وحتى الاطفال ممكن يكون عندهم جيوب انفيه حجمها صغير. ايوه. نجي لحكايه الاعمار دي بعد اتصال احمد من كرري. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا مرحبا بك يا احمد، اتفضل بسؤال. معكم احمد الحافظ سليمان، تامل الثوره الحاره 76 محليه كرري مكتبه التامل الثقافيه. اتفضل يا احمد، معك الدكتور ايمان المعدل، والتحيه لضيف الحلقه امين محمود امين استشاري طب وجراحه الانف والاذن والحنجره. اي اتفضل. نعم. يمثل الانف بدايه للجهاز التنفسي وقد حضاه الله بشعيرات داخليه لتنغية ما نتنفسه من هواء حتى يصل إلى الرئتين نقيا محملا بالأكسجين الذي يمثل إكسير الحياة، إلا أن ما يقض المضاجع انسداد الأنف الدائم الذي يصعب من عملية التنفس ويضطر المرء للتنفس من فمه، والذي قد يسبب له اختناقا أثناء النوم، ناهيك عن أن هذا الانسداد يسبب حرجا اجتماعيا أمام الآخرين لكونه إحساسا مزعجا غالبا ما يصاحبه قلق وتوتر وصداع وعدم القدرة على أخذ قدر كافي من النوم. ترى ما طبيعة هذا المرض، أسبابه، الحلول المتاحة للتغلب عليه؟ شكرا جزيلا دكتور أمين محمود أمين، سلط لنا الضوء. معكم محمد الحافظ سليمان، تأمل الثورة حارة 76 مكتبة التأمل الثقافية. شكرا. شكرا أحمد صديق البرنامج، و نحن بينا نعرفك طوال من سردك لسؤالك. شكرا يا أحمد. حقيقة أحمد يتكلم عن مأساة بيعيش العيان، يتكلم عن صداع مزمن، يتكلم عن نوم مقطع، يتكلم عن حرج اجتماعي ذاته. يعني انت بعض مرات للمتزوجين ما قادرين ينوموا بالليل، عندهم شخير مزعج، فم مفتوح طوالي، فدي يعني تكلم لنا في النقطة المزعجة. أيوة. طبعا شكرا الأخ أحمد، لأنه حقيقة أثر الحلقة ذاته بمعلومات ذكرها للمشاهدين. نعم. حقيقة مشكلة السادة الأنف مشكلة كبيرة جدا وعندها آثار اجتماعية، لأنه مسألة الشخير طبعا مسألة مزعجة للشريك في الحياة، وغير كده برضو الرائحة. أيوة. دائما الناس اللي عندها انسداد في الأنف في الغالب ما يكون في روائح كريهة جدا. فعلا. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. صح. عندها آثارها الاجتماعية. طيب. الانسداد أسبابه وآثاره. بالنسبة للانسداد، في انسداد ممكن يكون بسبب انحراف الحاجز الأنفي. الأنف مقسوم لقسمين، في النص في زي الحائط اسمه الحاجز الأنفي، ربنا خلقه مستقيم تماما زاوية 90. واحدة من الإشكالات ممكن تكون خلقية أو بسبب تراوما، ضربة، ممكن يكون حصل كسر في الحاجز الأنفي، فيكون الحاجز الأنفي مائل إما إلى جهة اليمين أو اليسار، ويسبب بالتالي يسبب انسداد. نعم. طيب ده الحاجز الأنفي موجود عندنا هنا في الصورة. أيوة. الحاجة الثانية برضو عندنا حاجة اسمها باللغة العربية بسموها القرينات، اللي هي عبارة عن غضاريف داخل تجويف الأنف. أيوة. هذه ظاهرة في الصورة عندنا هنا. أيوة. عندنا ثلاثة مستويات، الأعلى والأوسط والأسفل. الغضاريف دي برضو ممكن يحصل فيها تضخم. نعم. لأسباب خلقية أو للتحسس. التحسس الكثير برضو بيسبب تضخم في الغضاريف الأنفية، فهي تشكل لنا برضو انسداد للأنف.
وده غالبا يصيب الكبار. الاطفال طبعا غالبا السبب الانسداد بيكون اللوزه الثالثه يعني. أيوة. الناس بتخلط دائما في المشكله في الحته دي. ومن الاخطاء الشائعه يعني عند الناس وحتى من بعض يعني صغار الاطباء القرينات دي الناس بيفتكروها هي تلحميه. أيوة. بيجي بيقول لك عندي البتاعه دي كبيره وصغيره، او الدكتور عايل لي قال لي عندك لحميه. القرينات دي تكوين طبيعي من تكوينات من قطعات الانف. ايوه. الما طبيعي انها هي تكون متضخمه. اما اللحميه ده موضوع براء ومفترض انه نجيبه في حلقه براء خالص. تمام. يلا الاسباب، السبب الثالث برضه اللحميات. يعني ممكن يكون المشكله هي انه العيان ده عنده لحميه عامله انسداد بالنسبه للانف. هذا الانسداد بيتسبب في زي ما تفضل الاخ احمد في تنفس بالفم، وتنفس بالفم عنده اثاره الضاره. احنا قبل شرحنا قلنا وظائف بتاعه الانف في مصنع للهواء، فبيدخل هواء غير معد اصلا للتنفس. نعم. وبيسبب اضرار للحلق وللوز، وحتى في اللونج ران يعني المدى الطويل بيسبب اشكالات حتى في الرئه نفسها يعني والقصبه الهوائيه وكده. نعم. طيب دي الحاجه الثانيه، بيسبب ضعف في النوم لانه العيان بيتنفس بخشمه بالليل. نعم. ما بيصل النوم العميق، فيكون زي الزول الشغال نبطشيه. ايوه دكتور امين، احنا هنقرا حكايه النوم العميق دي. نعم. ومع بعد اتصال عزت من جبره. السلام عليكم يا عزت. الو، السلام عليكم. اهلا مرحبا بك. الله يديك العافيه. سعيدين جدا باتصالك، وتفضل بسؤالك لدكتور امين. دكتور انا عندي والله صراحه هذا اللي كده قال لي جيبهم فيها، لكن ما اعرف هي جيبهم فيها ولا حاجه ثانيه. ايوه. صداع مستمر دائم. صداع مستمر. نعم. اي يعني البرد الشديد ما ينفع معي طوالي بالليل صداع. البرد الشديد. الحرارة الشديدة ما تنفع معي برد بالليل صداع. اها نعم. يعني مشيت قبل كده للدكتور الدنابوك شيء كده الصداع راح، يعني بقى لي حبتين بتاع البنادول بتريحني، ثاني يوم بنسى الموضوع ثاني يوم انا بمشي ثاني للدكتور. يا عزت بقدر استفسر من الدكتور يعني. يعني اكثر حاجه الصداع، ما في من الاعراض، ما في رشح، ما في ما حاسس انه رشح الحمد لله ما عندي، بس طوال بيجيني صداع. في مشكله في التنفس؟ ما في مشكله في التنفس، ما في حمى، ما في حاجات زي دي، صح؟ لا الحمد لله. طيب دكتور امين عنده لك سؤال، خليك معانا. جدا الالم اسمه ايوه اسمه عزت. عزت مين؟ يا عزت بالنسبه للصداع البيجيك ده، مكان الصداع وين في الراس؟ بيجيك وين؟ حول الانف؟ الصداع ده مكانه وين؟ بيبدا من الحواجبين فوق. بيبدا من الحواجبين فوق بعدها بينفجر. نعم. بينفجر للعيون، بيمسك العيون هنا في الجب. طيب الصداع ده هل معاه مصاحب بانسداد في الانف وفرازات من الانف ولا ما مصاحب؟ لا لا الحمد لله ما عنده. ما عنده اي علاقه. الصداع ده لما يجي بيستمر كم يوم؟ اصلا هو لما يجيني انا طبعا ما بقدر، لو ما بليت ابدا من دول. لا بيستمر معاك كم يوم يعني؟ بيقعد معاك يومين ثلاثه؟ بيستمر كم يوم الصداع؟ لو ما بليت من دول بيستمر يومين ثلاثه. يومين ثلاثه ما اكثر من كده، مش كده؟ ثاني بيجيك 200 ثاني يعني مثلا كل 6 يوم 4 يوم كده مستمر طوال. مستمر طوال. طيب الحتة بتاعت الصداع دي طبعا حتة فيها إشكالات كبيرة جدا جدا. يعني الصداع طبعا الناس بيربطوه دائما بالجيوب الأنفية. ما كل صداع في 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 الرأس إنه هو عبارة عن صداع جيوب أنفية. الناس اللي بتعاني من صداع دائم مفترض برضه يخطوا في الاعتبار أو نفسهم على يبدو بناس الجيوب الأنفية. الصداع ممكن يكون صداع ناتج من إشكالات وأمراض في العين، ارتخاء عضلات العين. يعني هسه نحن ناس العيون ديل يعني شغالين مع بعض تبادل المرضى. هم يرسل لكم مش يرسل لهم. لانه الصداع ممكن منطقتنا واحده. نفس المنطقه. ايوه صح. العين ومنطقه واحده. ممكن يكون الصداع سبب ارتخاء في عضلات العين. أيوة. ممكن الصداع الخطير جدا جدا وهو النزيف الشبكيه. أيوة. يعني احيانا في ناس بيقعدوا يبلعوا في حبوب الجيوب الانفيه دي وهو عنده نزيف الشبكيه. يا سلام. لما يمشي يكون المزهره شويه تاخرت. نعم. أيوة نعم. فالصداع في المنطقه دي ممكن يكون للجيوب الانفيه. ممكن يكون بسبب اشكالات موجوده في العين، ممكن يكون اشكالات موجوده في المخ. نعم. فلابد انه اي زول عنده صداع دايم يعرض نفسه على طبيب عشان يتم تشخيص دقيق لسبب الصداع ده.
ايوه نعم، اسباب مختلفه للصداع يا اخوان، احنا ما نسكت على الصداع، لازم نمشي عشان نعرف اسبابه، هل هو من العين، هل هو من الجيوب الانفيه، هل هو من الراس. ايوه صح، ايوه الصداع، هل هو شقيقه، يعني الاسباب مختلفه لانواع الصداع، واحنا لازم نمشي ونبحث عن السبب وما ناخذ بنادول والسلام. اسئله عديده لدكتور امين، وهو معنا بعد الفاصل باذن الله، وانتم خليكم كمان معنا بعد الفاصل عشان يجاوب لنا على الاسئله العلاج بالذات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحب بكل اللي انضموا لمتابعة برنامج العيادة، والتهاب الجيوب الأنفية هو موضوعنا لحلقة الليلة. بنرحب بكل اتصالاتكم وكل استفساراتكم. دكتور أمين محمود أمين، استشاري طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، هو ضيفنا لليلة. عيادة دكتور أمين في أم درمان حي العمدة جوار مستشفى مكة، وأيضا يعمل في مستشفى الروضة. مرحب بك دكتور أمين، وموضوع حساس وموضوع مهم وموضوع مؤرق. واخر صوره وانا بطالب باعادتها صوره كاريكاتير للزول التعبان جدا وما نايم وعنده احتقان في الانف وما قادر يتنفس، فالصوره دي معبره لكل الناس. بعدين شوف عيونه واقعه كيف يا دكتوره. طيب نرجع احنا كنا بنتكلم عن اسباب مختلفه، جزء منها التهابات فيروسيه، التهابات بكتيريه، والتهابات فطريه. في اسباب اخرى لالتهاب الجيوب الانفيه؟ طبعا طبعا. عندنا اول حاجه بالنسبه للتحسس، التحسس ده بيشكل يعني نسبه عاليه جدا من اسباب التهابات الجيوب الانفيه. نعم، يعني نسبه عاليه جدا برضه بشكل التحسس. قصدك شنو بالتحسس ومن شنو التحسس؟ طيب التحسس ده من بعض المهيجات الموجوده حول الانسان، يعني في ناس بتهيجم بعض الروائح، في ناس بتهيجم الغبار، في ناس بعد النباتات، دقن الباشا، بعد المأكولات. المهيجات دي بتختلف، هل هي نباتات، هل هي حيوانية. المهم بيكون الناس دي غالبا هم عندهم الأشياء دي موجودة في البيئة بتاعته. والتحسس نفسه نوعين من التحسس، في التحسس الموسمي اللي هو ده بيكون مرتبط مثلا بأشياء في الخريف، يظهر لك في الخريف، يعني بيجوا بس تيوم الالتهاب ده بس مع الخريف. نعم، تعاين في الكرت القهوة بس بيجي مع الخريف. وفي ناس التحسس بيكون تحسس دائم. من الإشكالات الموجودة عندنا طبعا البيئة، بكل أسف عندنا في السودان متردية، يعني عندنا الشوارع الضيقة، العربات تعبانة، بالتالي الدخاخين بتاعت العوادم والركشات وال وال وال. نعم، دي كلها يعني عملت اشكال كبير، بقى في تلوث بيئه عالي. ليه الناس بتسال ليه الالتهابات مثلا بتاعت الجيوب الانفيه كترت؟ ليه التهابات الاذن الوسطى والدوشه دي زمان ما الناس بيعرفوها، مش كده؟ ايوه هسه يعرفوها، وبقى تجي للصغير وتجي للكبير، يجيب لك زول شاب عنده التهاب اذن وسطى، حد ما كانت موجوده، ما كانت موجوده. صح. نعم، دي كلها ليها علاقه بالبيئه وغالبا التحسس. لكلامك فعلا صحيح. نعم، المرض التحسسي دكتور بيكون سيده تعبان جدا. نعم، لانه يعني من خلال معرفتنا بالحاجات التحسسيه، حاجات متكرره زي ما ضربت تعبان، والدوله تخسر على فكره. ايوه نعم، يعني ده طبعا. في كل موسم وفي كل لحظه وفي كل تعرض لسبب من الاسباب التحسس يرجع له، والالتهاب الثاني. فدايما نتكلم عن الحته دي مهمه جدا، لانه في ناس بيفتكروا انه عند الزياره الاولى للطبيب مفروض الجيوب الانفيه دي تمشي وما تجي راجع ثاني. اي طبعا. نعم، دايما الكلام يقول لك مشيت زي ما قال واحد من المشاهدين واخذت كم علاج وما تحسنت. ما تحسنت. نعم. طبعا التهابات الجيوب الانفيه نوعين زي ما ذكرنا، التهابات حاده اللي هي بتجيك لي 7 ايام 10 ايام 15 وتمشي لحالها، وفي التهابات المزمنه. اذا كنت انت بتعاني من اشكال انك بتمشي وتاخذ علاجات وما في نتيجه، معناها في الغالب بيكون في سبب. السبب ممكن يكون تحسس، يعني الحساسيه العلاجات ما بتشيل لك، العلاجات بتخفف لك الحساسيه. وانت المهيج المسبب موجود معك في الشغل، موجود معك في البيت، في المواصلات، فانت بتتعرض دائما معرض طوالي للمهيج ده، والمهيج ده بهيج لك الحساسيه، والحساسيه بتهيج لنا الانف، والانف بهيج لنا الجيوب الانفيه، والقصه بتكون مدوره معك. او ان عندك انت يعني مشكله في التكوين الخلقي في الانف، عندك الحاجز الانفي ما عديل، ما يتجه، عامل لك اوبستراكشن، الفوهات او الفتحات بتاعت الجيوب الانفيه برضو مسدوده لسبب من الاسباب، بالتالي المواد اللي بيتم افرازها في الجيوب الانفيه ما بتلقى طريقه عشان ما تتصرف،
وفي اسباب مرات الالتهابات المزمن دائره صبر ومتابعه مع الطبيب. نعم انت دائما والطبيب نفسه المفروض يشرح لك. ايوه يشرح شنو الطبيب، ده نقطه مهمه جدا. عندنا اتصال من سعاد من الشرقانيه. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا مرحبا بيكي. كيف يا دكتور؟ والله انا بس الليله الحلقه دي بس كانكم عملتوها يعني، لاني انا متازمه شديد. تعبانه انت؟ تعبانه ومساهره وعندك صداع وكل الاعراض صح؟ كل الاعراض دي. نعم. وعندي هاجي وبعدين حساسيه طول اليوم وراسي طول اليوم وطول السنه وما عرفت لاي سبب، وانا عسى تعبانه شديد. تمام. والله بس لما تضغط على مطراسي بحس بالم شديد هنا في نخريني. اها. بجد عندي ضربات شديده وراسي يعني راسي على طول ملان يعني خيلان شديد. نعم. عشان نحاول نشخصك كده على الهواء حد ما تقابلي دكتور امين، ما عنده لك اسئله خليك معانا يا سعاد. اتفضل يا دكتور. طيب بالنسبه انت قلت الحساسيه طوال السنه، كويس؟ طول السنة. طيب في عطس بتعطسي كثير وفي عقولة في الأنف؟ عقولة شديدة وفي عطس؟ كله بتغير، عيوني بتتغير. وفي عطس؟ بتعطسي كثير؟ طول اليوم. طول اليوم مرة في الساعة. طيب أنت ما لاحظت إنه في شيء معين بهيك أكثر؟ والله يعني ما عرفت أي حاجة من غير سبب. لا لا ما شكيتي، ما شكيتي في حاجات يعني؟ بصي اللي أنا ممكن أصحى من النوم أحسس تصحي من النوم تعطسي. طيب شوفي الـ الـ والمسألة دي مستمرة بشكل دائم. طيب من الواضح جدا ان الايام دي بالذات زايدة شديد. ايوه انت عندك تحسس حساسية لانه ما في التهابات بالدورة السنة كلها اصلا. شفت كيف؟ لكن برضو نرجع نقول انه عندنا ما خلاص التحسس ده ممكن يكون لاسباب خارجيه، مثلا زي ما ذكرنا الدخان، التراب، الغبار كده. لكن مرات في تحسس داخلي، ممكن العيان يكون عنده فطريات في الجيوب الانفيه. الفطريات دي برضو عندنا انواع تاعت التهابات، منها التهاب التحسس الفطري، يعني يكون العيان بيعاني من الحساسيه لكن السبب موجود عنده هو في الداخل. في الداخل. أيوة. يعني. نعم. فانت اصلا تعبانه والقصه مدوره معك طوالي، بتحتاج انك تمشي الطبيب عشان يشوف. احنا احنا طيب يا دكتور امين، احنا نخليها تيجي عندنا هنا الشروك، تاخذ كرد وتصلك ان شاء الله مقابله مجانيه عشان إن شاء الله. تقدر هي تفرج وهي ترتاح ان شاء الله من الحكايه المؤرقات طول اليوم. انا تعبانه، انا ما ضبطت الليله الحلقه دي عملت. والله العظيم انا مبسوط شديد انه دخل معايا القطعات. احنا سعيدين جدا باتصالك وان شاء الله ترتاح، ان شاء الله تعرف تشخيصك وتعرف علاجك وترتاح يا سعاد، وما تسكتي على الحاجة. أكيد محتاجة زيارة للطبيب، ومرحب بك في الشروق عشان تاخذي البطاقة لدكتور أمين محمود أمين، هو في أم درمان طبعا. شكرا لاتصالك. زي ما قالت سعاد، كثير من الناس حايمين وما عارفين عندهم هم عندهم شنو. ففي حكاية التحسس دي برضو حاجة مؤرقة، حكاية طول اليوم. التشخيص كيف يا دكتور؟ إذا كان عندك نقطة ده تذكرها قبل التشخيص ممكن يعني. ولكن يعني الناس دي زي ما عارفة إنه هل عندها جيوب أنفية ولا لا، لما يجيك زول بالأعراض اللي زي اللي قالت سعاد دي يعني. آه نعم. التشخيص يعني حاجة حتمية وجذرية كده إنه زول ده عنده جيوب أنفية. طيب التشخيص بيتم أول حاجة بالكشف بالمنظار مثلا، داسل ما شاء الله كل العيادات تقريبا في السودان بيجي فيها المناظر الضوئية دي. أيوة. وبعد ذاك برضو عندنا بنعتمد على السي تي، الأشعة المقطعية. الأشعة المقطعية هي بقت حجر الزاوية في التشخيص بالنسبة لنا، بتوريكم الجيوب كلها وبتوريكم كلها والمحتوى بتاع الجيوب، هل العيان ده بيعاني من اللحميات، وهل بيعاني مثلا من بيعاني من الفطريات، بيعاني من إشكالات في التكوين الخلقي ويسبب انسدادات دائمة. وفي النهاية برضو ما ننسى إنه في أسباب قلنا تانية للصداع. في أسباب تانية للصداع. مع إنه طبعا هي أعراض تيبيكال للتحسس الدائم والتهابات الجيوب الأنفية. طيب دكتور في حكاية التشخيص، إحنا بدنا نعرف إنه مثلا لو أسد جاك وأنت قلت إنك المناظير والحاجات دي بتشخصوا بيها. نعم. بيتم كيف؟ هل بتاخذوا عينه ولا لأ؟ بتشوفوا شنو جوا؟ بتبحثوا عن حاجة محددة للتشخيص؟ نحن طبعا بنشوف التجاويف بتاعت الأنف بالكامل. وأحيانا بتقدر تشوف بعض الجيوب الأنفية لكن ما كلها. بيشوفوا الحالة بتاعت الأغشية المخاطية، هل هي في حالة التهابية؟ حتى لون، أحيانا لون الأغشية المخاطية نفسه بيأكد لك الحساسية. يعني الإنسان اللي عنده حساسية اللون بتاع الغشاء المخاطي نفسه عنده لون مميز. أيوة. بنعرف بيه طوال ما نعالج العيان، العيان ده بيعمل حساسية. أيوة. حتى لو غلطنا احنا بنقول انت عندك حساسية. نعم. إذا ما وجدنا المشكلة بنبدأ
يعني نبحث بوسائل أخرى، نطلب المقطعية عشان نشوف سبب آخر يعني. أيوة نعم. فبنبدأ من بالكشف بالمنظار، وبعد ذاك إذا ما وصلنا للتشخيص بنستعين بالأشعة المقطعية. طيب دكتور، يعني في جيبين أو ثلاث أربع جيوب بيكون أكثر عرضة للالتهابات، ولا هي لما تلتهب بتلتهب الثمانية كلها كده مع بعض؟ لا ما بتلتهب مع بعض. في جيبين يعني الأول حاجة بين العينين ديل داكتر ده جيب مشارك للجميع. عشان كده بيجيب الصداع وبيجيب الألم من هنا. أيوة نعم. ده أصلا يعني مجامل لأي التهابات جيبهم فيها. نعم. وبعد ذاك عندنا الماكزيلري اللي هو الهنا في أسفل العين طوال. أكثر أكثرهم التهابات يعني. أكثر وأكثرهم التهابات. أيوة نعم. طيب يا دكتور، بعد ما يتم التشخيص إذا كان بالأشعة المقطعية أو بالمنظار، بعد مرات بتكتفوا بالمنظار بس ولا؟ ما بكتفوا بالمنظار في الغالب. في الأغلب بتكتفوا بالمنظار بس، وبعد ذلك بتمشوا لأبعد من كده إنه الأشعة المقطعية. قبل ما نجي للعلاج، كثير من الحتة دي زي ما قلت ضيقة وزحمة ما بين الأذن والحلق والحاجات حقت الرأس والحاجات متشابهة ومتداخلة والأعراض متداخلة ومتشابهة. نعم. كثير منهم بيحصل لهم التهابات في الأذن، تحس إن الجيوب الأنفية فيها مشكلة، والعكس صحيح وكده. طبعا دي واحدة من الـ الإشكالات بتاعت التهابات الجيوب الأنفية المزمنة، وهي السبب الآن في إشكالات بتاعت الدوشة، ويقول لك عنده أذن وسطى وجاته دوشة وكده. نعم. هنرجع للعلاقة دي بعد الاتصالات. حقيقة الاتصالات كثيرة جدا، ويبدو أن الجيوب الأنفية مؤرقة الناس. من اتصالات واضحة جدا. محتاج من الجزيرة، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا مرحب بك. محتاج من الجزيرة. أهلا مرحب بك، تفضل. تفضل يا محتاج. عندي مشكلة، كان قابلتها في الصائم قبل كده، واحد قال لي عندك جيوب أنفية، واحد قال لي عندك حساسية. عندي لما نصحى الصباح بعطس، عطس ما عنده حد، 15 20 كويس. برضو عندي لما نخش من وسط لوسط، من بارد لحار كويس، أو غبار. نعم. أو دكان العربات في الشارع. أيوة كويس. ده كله يعني انا بعطس، وبكون في سيلان مستمر لما نعطس. شغله مرهقه ذات، لما اكون شغال برضه في المكتب التكييف برضه بعطس في صداع، عطس مستمر. الدكتور بيسالك يا محتاس، هل في صداع؟ في صداع مع العطس ده ولا بس عطس وسيلان؟ في صداع؟ لا عطس وسيلان بس. ما بتعاني اصلا من الصداع؟ نعم. ما بتعاني من الصداع يعني؟ ما عندك مشاكل بتاع الصداع بيجيك كثير؟ لا صداع ما عندك. صداع ما عندك. نعم. طيب. اسمع الإجابة لحالتك يا محتاج. من الواضح جدا طبعا دي صورة تقليدية لالتهابات التحسس الأنفي يعني. نعم. أنت نعم. عندك حساسية. عندك اتجاهين. الاتجاه الأول تأخذ المثبطات بتاعت الحساسية. الاتجاه الثاني أنت لازم تكتشف المهيجات. هو كمان يتكلم عن حاجات كثيره، يتكلم عن الغبار، ويتكلم عن ايوه انت عارف السبب يعني، ويتكلم عن التلوثات يعني. عارف السبب، هو عارف بطل العجب يعني، هو عارف. أيوة. تماما. لكن الحقيقه بعض المرات بيكون صعب جدا يا دكتور، دي بيئته شغال أنا فيها. طبعا اصلا بيجوني الناس اللي بيقول لهم ابعدوا عن الغبار، ويقول لك كيف يا دكتور، اقول لهم حلكم تقتربوا بس. والله صعب جدا يعني. والله صعب جدا يا دكتور، لانه دي بيئه شغل وعمل وكذا يعني. والله في ناس يعني تعبانين شديد، والمهيئات جزء من اكل عيشهم يعني. ايوه خصوصا لو كانوا في البناء مثلا. أيوة. او نعم. في البوهيه او في البوهيه او كده يعني. أيوة يعني اكل عيش احد ما يقدر يعني. ايوه حتى ربعت المنازل من الصابون. نعم. ولا كده. نعم بدل بس بنملك انه نديهم المهدئات وندعو لهم بس يعني. اي أيوة والله حكايه مزعجه زي ما قال محتاج. نتمنى له الشفاء بمثبطات التحسس والبعد عن العامل المسبب يا محتاج، هو العلاج الاكيد لحالتك. شكرا لاتصالك. طيب يا دكتور، احنا وقفنا في نقطه مهمه جدا، حكايه التشخيص، وماشيين على نقطه اهم في العلاج. نعم. طيب في التشخيص انت قلت بتكتفوا كثير بالمنظار، وما بتحتاجوا للاشعه المقطعيه الا فيما نادر تحتاجوا للأشعة المقطعية. نعم. ويتكلمت عن التداخل بتاع الالتهابات من الأذن للجيوب الأنفية والعكس صحيح وكذا. نعم نعم. نعم. طبعا أنور المشاهدين بأنه علاقة الأذن شنو بالمنطقة دي. الأذن في أنبوب اسمه قناة استاكيوس، زمان الناس درسوا في العلوم. قناة استاكيوس دي هي أنبوب بيربط بين الأذن الوسطى. نعم. والأنف، فتحته في الأنف. بالتالي كل حالات الالتهابات. نعم. في منطقة الأنف والجيوب. أيوة. الأنفية
بتؤدي الى انسداد الفتحه الانبوب الماشي عشان يهوي، بالتالي طوالي هيحصل عندنا اوبستراكشن، قفله في الانبوب. نعم. ويحصل عندنا مشكله بتاعت ضغط في الاضان، بيحصل انخفاض للضغط، عشان كده بقول لك عندي طعنات بتجيني في اضاني مره وكده. ايوه دي نتيجه لانه الاشكالات في التهويه بالنسبه للاذن. نعم. الحاجه الثانيه برضه الاذن عندها افرازات عندها مهمه معينه، برضه الاوبستراكشن والانسداد ده بيسبب برضه التهابات في الاذن. عشان كده تلقى بتاع الجيوب الانفيه بالذات اذا ما متابع كويس وما بيتعالج كويس. نعم. بيجيب الدوشه. بعد ما خلاص يكون في اشكالات في الاذن وتبدا تجيب الدوار وكده. أيوة. حتى نجي للطبيب. فدي الحقيقه دي العلاقه بين الاثنين. ايوه علاقه وطيده جدا ومزعجه جدا. نعم. الالتهابات. طيب يا دكتور، مراحل العلاج والمضاعفات، احنا نتكلم عن العلاجات الموجوده الناس كلها دار تتعالج، هدفها الاساسي انها تتعالج من الحاجه المؤرقه زي ما قال احمد في اتصاله، حامياهم النوم وخش منفتح الليل كله وقد يكون شخير وحاجه مزعجه جدا. نعم. جدا. العلاج، ما هو العلاج وما هي المضاعفات لو الزول ما يتعالج؟ طيب بالنسبه للعلاج يجب اول حاجه يتم التشخيص. قبل ما ندخل العلاج عندنا اتصال. انتصار من النيل الابيض، اهلا مرحبا بك يا انتصار. السلام عليكم. اهلا مرحبا بك. الله يخليك تسلمي. والله انا عندي مشكله. ايوه. يعني بتحسس من العبار ومن الخضار، يعني مرات فجاه كده بلقى نفسي متحسس، يعني بشو الغدد بتاعتي دي بدون تتنفخ، حتى الحليب. الغدد شنو؟ اكولا. الحليب والاكولا الحاجات التحسسيه. فترة طويلة بيجيني زي انا لدرجة انه باخد بيض الا يدوني حقنة بتاعت انتشين. لدرجة انك بتجيتي تاخدي حقنة. طيب يا انتصار، الحاجة دي متكررة كثيرة؟ والله يعني شنو مرات بيجيني كل فترة يعني، لكن حتى الليلة كنت اثناء الفطور اتحسست. الدكتور بيسألك هل في صداع في افرازات ولا بس كده؟ يعني التحسس ده معه صداع مزمن، معه افرازات، احتقان في الأنف؟ والله في احتقان ومرات بحس انه طعم الفم بتاعي متغير ذات، يعني ايوه. نعم. صداع ما في، لكن يلا. والغبار بيجي شنو بيستوي كده، يعني صوتي بروح بيكون شنو تكتك الصدري. تمام. ما في انتصار صداع صح؟ الصداع والله بيجيني لكن ما طوالي. طيب لما اتحسس وقتها بجيني هبوط، رجليني بينملوا، يديني بينملوا، بصدع شديد، عيوني بيطلعوا دوخ. الحكاية متكررة ومزعجة بالنسبة ليكي. نعم دكتور. نعم. الحكاية بقت مكررة ومزعجة بالنسبة ليكي، بقيتي تتضايقي من الحكاية دي، ودكتور أمين هيجاوب لك عن كيفية العلاج، خليك معانا. طيب الوقت طبعا عنده صورة تقليدية لالتهابات التحسس الأنفي والتهابات الجيوب الأنفية. نعم. كثيرة. نعم. ويجب أنه هي تبدأ بالعلاج الدوائي، يعني تمشي لأقرب أخصائي أنف وأذن وحنجرة. العلاج بيكون كيف يا دكتور؟ عادة أنتم بتصفوا كيف العلاج للحالة التحسسية مثلا؟ الحالة التحسسية طبعا. نعم. نحن بنركز على مثبطات الحساسيه. أيوة. الانتيهستامينز دي. أه. وفي حالات التحسس الشديد بنستعين بالاسترويدز كورتيزونات. بنستعين بالكورتيزونات في الشكل بتاع سبريات البخاخات. ومده العلاج هي الحاجه المهمه جدا انه الناس شفقانه، يعني بيفتكر انه هو مشى الدكتور واخذ علاجات لمدة أسبوع وسبعة أيام وتهاني جاته ورجع بمجر. لا. نعم. التحسس بيحتاج، الشديد بالذات بيحتاج لعلاج لفترة زمنية طويلة، يعني أنت ممكن تضطر تاخذ العلاجات دي لمدة بتاعت شهرين ثلاثة. الانتستامين ذاته ممكن يكتبوها لك لشهر لخمستاشر يوم حسب درجة التحسس. فمفترض انه العيان ياخذ العلاجات دي على فترات زمنية طويلة بيحددها الطبيب حسب كل حالة. لكن أيوة. الناس ما قاعدين يعملوا كده، الناس بياخذوا العلاج لمده اسبوع 10 ايام بيبقوا كويس طوالي بيخلي العلاج. تمام. بيخلي العلاج ثاني بعد شهر لما يجي ونطمش علاج ثاني دكتور ثاني ويبدا برضه وشيء يقول لك انا بمشي لكن ما بتعالج. نعم. الحكايه بتبقى كده. طيب يا دكتور، هل العمليه انتم يعني 200 بتقول للزول ده محتاج عمليه وده محتاج علاجات مثلا زي اللي انت وصفتها دي يعني مثلا؟ طيب 200 بنقول للعيان طبعا اول حاجه الناس بتخوف، الناس بيفتكروا انه في ناس بيمشوا الدكاتره
ناس الجبل فيها عشان خايفين من كلمه العمليه دي ذات. نعم. بيفتكروا انه في مساله شائعه يقول لك طوالي هذه دكتور انا بحتاج عمليه. ايوه سؤال. الناس ايوه الناس بتلخبط في بين اللحميه ولا التهابات الجبل الانفيه. 80% ويمكن اكثر من كده من حالات التهابات الجبل الانفيه بتتعالج دوائيا. نعم. بالادويه. الهستامينز والبخاخات الكورتيزونات دي الى اخره. نسبة بسيطة جدا هي بتحتاج لعملية. طيب متين احنا بنضطر انه نوجه المريض لاجراء عملية. طيب اذا كان هناك فشل دوائي لا اهم شيء. يعني العيان اخذ علاجات 6 شهور وهو كان ملتزم دي مهمة. كان ملتزم ببرنامج الدكتور وانصح الناس تتابع دائما مع دكتور واحد. النطاط من دكتور لدكتور ده مشكلة ذاتها. مشكلة دائما. فبعد العيان كان مواظب على العلاجات ومتابع مع الدكتور واخذ علاجات على فتره زمنيه طويله دي بعد ذاك بينتقل الطبيب للتفكير في الجراحه. الجراحه غير فشل العلاج الدوائي مرات بيكون من البدايه في مشكله خلقيه يعني في الحاجز الانفي ملتوي التواء شديد عامل قفله شديده في الانف. الغضاريف او القرينات الانفيه دي برضه متضخمه بشكل يكون من البدايه توقع انه ما حيحصل تحسن الا باجراء عمليه او هناك مثلا لحميات موجوده. نعم. فدي غالبا الاسباب زي دي ما بنلجا نادر ما نلجا لكن لما تكون في اسباب قويه وهناك فشل دوائي يعني حتى نلجا للعمليات. نعم نعم. طيب يا دكتور المضاعفات في ناس كثير بتستخدم الجيوبه الانفيه والعلاج المزمن اللي انت بتقول او العلاج الدائر متابعه لصيقه وكده فما بيشتغلوا بالموضوع كثير وبيجيبوا قطرات تفتح الانف او غيره وكده ويواصلوا حياتهم. المضاعفات اللي ممكن تحصل من الجيوبه الانفيه. طيب المضاعفات اللي نقدر نقول على بسيطه اللي هي يعني التهابات الاذن الوسطى يعني نتيجة لقلنا الانسداد بتاع قناة التهب بالأذن الوسطى يبدأ المريض يكون عنده إشكالات في تهوية الأذن الوسطى ويبدأ يعاني من الدوار وكثير جدا على فكرة من العيانين بيشوا للدوار وبياخدوا علاجات من الناس الباطنية في حين إنه هو الأندرلاين كوز السبب ذاته الأساسي الوصله لالتهاب الأذن الوسطى ما تم اكتشافه ما تم معالجته عشان كده تلقى طوالي في تكرار الالتهاب او عدم استجابه للعلاج. المضاعفات دي من ابسطها زي ما قلنا التهابات الاذن الوسطى. الحاجه الثانيه اللحميات اللي هي كثير جدا العيان بيهمل نفسه انه عنده انسداد في الانف بيكتفي في الجزيخانه يشيل قطره يشيل انتي هيستامين ولما نجينا بعد سنتين يكون ملطم ومقفل كله باللحميات. اللحميات نفسها في البدايه بكون عارف ان عنده لحميه. اللحميه لما تكون في بداياتها بتتجاوب بفعاليه شيء جدا مع علاج الدوائي مع الاسترويدز يعني مع كثير جدا من الحالات بنعالجها بالذات الناس اللي بيجونا في البدايه ما بيحتاجوا راحه ولا يحتاجوا اي حاجه. نعم. بس بالعلاج الدوائي اللحميه بتنتهي. بالنسبه ثاني للمضاعفات الخفيفه اللي هي التنفس بالفم ده بيسبب اشكالات بالنسبه للحنجره بالنسبه للوز وكده بهيج الازمه التهابات. نعم. الجهاز التنفسي العلوي ده بتاثر على الجهاز التنفسي الاسفل وبتعمل له ناس الازمه بيتعبوا جدا من التهابات الجبل. اما التهابات اللي ممكن نقول عليها خطيره وهي فعلا خطيره لانه قلنا انه الجبل الانفيه دي عندها جرام مهمين جدا جدا وخطرين. نعم. عندنا العين. ايوه عندنا العين دي طبعا ممكن يحصل فيها التهابات داخل العين علاجها صعب جدا جدا وممكن يحصل فيها لدرجه انه ممكن يحصل فيها خراج داخل العين. مشكله كبيره. نعم مشكله كبيره جدا يسبب العمى. ايوه الحاجه الثانيه المخ ايضا. نعم ايضا بالذات الجيوب الانفيه على العين طوال جيران المخ ممكن تؤدي التهاب السحايا الى ايضا تكوين خراج داخل المخ.
ايضا عندنا الاسنان برضه مرات بتتاثر بالجيوب الانفيه وكده يعني. نعم والله مضاعفات كثيره جدا يا دكتور، وزي ما قلت لان هي مجاوره لاشياء مهمه جدا من العين والمخ والاسنان والاذن وكده، وغير الارق بسببه والالتهابات المزمنه والصداع ومشاكل حقيقه في الجيوب الانفيه، وعدد الاتصالات بتوريك انه قدر كيف الناس تعبانه من الجيوب الانفيه وبالذات التحسسيه. شكرا لكل اللي اتصلوا، شكرا لكل التابعون، وشكر كل الشكر لدكتور امين محمود امين استشاري طب وجراحه الاذن والانف والحنجره. وان شاء الله كل الناس اللي بيكون عندهم جيوب الانفيه يتابعوا مع الدكاتره، وان شاء الله يكونوا في خير وصحه وعافيه باذن الله. ونلاقيكم الاسبوع الجاي باذن الله موضوع جديد وطبيب جديد. في امان الله.